وقت الوقت الالكترونيه مستقيم للمهندس طارق علاني، رئيس اتحاد العالمي للكيانات المصريه بالخارج، والاستاذه ديدي منسق الاتحاد طبعا بالبريطانيا. هيكلمونا طبعا عن الاتحاد ودوره والاهداف بتاعته، وهيكلمونا عن ايه الدور المنوط بيه المفروض يعني لمساعده مثلا الجاليات بره. طبعا انا الامين العام للاتحاد العالمي للكيانات المصريه بالخارج، وده اتحاد طبعا فيه اعضاء كتير، فيه منسقين دول زي مثلا الاستاذه ديدي عيد منسقه عن بريطانيا، وفي رئيس مجلس اداره، وفي بعض الاخوه اللي هم موجودين من اوروبا ومن الدول العربيه اللي هم يعني موجودين معنا في الاتحاد العالمي للكيانات المصريه بالخارج. طبعا الاتحاد العالمي للمصريين بالخارج الهدف منه هو ربط الجيل الثاني والثالث بمصر اللي هو الام. فاحنا بما ان انا طبعا قاعد في النرويج اكثر من 27 سنه او دخلت في 30 سنه، ففكرنا في هذه الفكره ان احنا نربط الجيل الثاني والثالث بالام مصر اللي هي دوله. والحمد لله احنا بنحاول، عندنا حوالي 35 منسق او ممثل للدول على مستوى العالم كله من الشباب، والاتحاد العالمي للكيانات المصريه بالخارج هو شبابي، يعني لاولادي واولاد كل المصريين الموجودين في الخارج. ربط المصريين بالخارج هو ان احنا نربطهم ببلدهم، سواء مثلا احنا نتكلم لو اتكلمنا ازاي احنا نقدر نجيب استثمار لمصر، ازاي نقدر ننشط السياحه المصريه، ازاي احنا يكون عندنا ثقافه اللي هو الكلتور المصري، نعلم ولادنا الثقافه. فالموضوع طبعا الحمد لله احنا بنحاول فيه. احنا يعني من 4 شهور ابتدينا نشتغل او اسسنا هذا الاتحاد، وطبعا معانا منسق، طبعا عشان انا ما اخدش كلمه كلها لوحدي، معانا طبعا منسق عن بريطانيا الاستاذه ديدي عيد، هي برضه تكمل الحوار اللي حضرتك. ديدي عيد المنسق العام لبريطانيا. انا بس كنت هاكد على كلام الباشمهندس طارق عناني، هو هدف الاول للكيان ده ان احنا ندمج ثقافه شبابنا الجيل الثالث ولادنا في برا على مثال العالم كله بمصر، بشبابنا وولادنا في مصر. اندماج الثقافه ديت يكون اساسها التعاون على نمو الاقتصاد، يعني نخلي اقتصادنا المصري يطلع بره، منتجاتنا المصريه تشوفها العالم، مش على ايدينا احنا مجرد بس ان احنا سبورت، احنا هنساعد ولا هنهيئ ونساعد ونوضب ونعمل، بس هو ولادنا هناك هم المفروض يقوموا بالعمليه دي، يجوا يقابلوا منتجاتنا المصريه، يعرضوها، يوزعوها بره، يشتغلوا عشان نعمل اقتصاد مصر، السياحة مش المنتجات المصرية بس، في السياحة نعمل كامبس، نعمل كل هاف تيرم ولا مرتين في السنة، نص أجازة نص سنة مع أجازة آخر السنة، نجمعهم على طريق رحلات متبادلة ما بين الشباب مع بعضهم، إحنا نحضر وننسق ونوضب، هم يشتغلوا ونساعدهم ونوجههم. ده الهدف الأساسي، إن إحنا ننمي اقتصاد مصر من ناحيه اقتصاد المنتجات الدوليه والحاجات اللي بتصنع في مصر، السياحه، الثقافه، التعليم والفنون، ده تبع الثقافه. فده الهدف الاساسي للاتحاد طبعا، مطلوب جدا وننمي برضه وننمي في اولادنا، ننمي